No, you can't use the bathroom, and no, we don't have Wi-Fi. We hear you carry only finest merchandise. Welcome to ESA, home to the world's most exclusive collection of top-tiered munitions. So, how can I help you? I'm looking to make a statement. Mission accomplished. Oh, but you're here to accessorize. The P-12K works with any ensemble. That's like the mom jeans of guns. Statement, remember? Right, something more street style then. The Arbiter is in season. Kinda limiting. Perhaps something from our high volume line. Nope. The fully customizable Mamba AC rifle, side folding polymer stock, free floated mil spec barrel, advanced dual beam laser sight. The perfect tactical weapon. Too many plastic parts. Glasses would check it. Ronin, it's time to go. Shall I wrap that up for you? Nah, I'll wear it out. Excuse me, ma'am, you overpay. The extra's for the door. You should duck. Sword was good buy. Think of money we'll save on ammo. Mm-hmm. Okay, we did your store. Now we do mine. All right. Samiko Sushi, here we go. شباب لا تنسون الشحن من متجر ذاكس اوكي لانه سوى عروض وتخفيضات استثنائيه سواء لشحن لعبه كود موبايل فيما يخص السي بي. رابط المتجر اخليه لكم في وصف الفيديو بالاضافه الى التعليق المثبت. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي قناة أندرويد 18. أكيد مفيش أي لعبة معلمك بها أندرويد 18، يعني بهذا القناة تعرف كل الألعاب الجديدة اللي وتكون فخمة. أكيد ما ننشر الألعاب يعني ما تكون تستاهل من ناحية الجرافيك أو من ناحية الديناميكية اللعب أيضا. فاليوم بحول الله عندنا اللعبة المنتظرة، والحين ليش أنا أتكلم؟ الحمد لله أن أيضا حتى كوني أول يوتيوبر عربي يحصل الإصدار من أول يوم لنزوله، يعني كنت من ضمن المجربين للعبة في أكثر من مرة وأكثر من إصدار، لكن بسبب اتفاقية الشركة اللي تخص اتفاقية الـ NDA أني ما كان مسموح لي أني أنشر عن اللعبة أي سكرين شوت أو أي فيديو، فلهذا ما نشرت سابقا. ممكن بالنسبة للناس اللي متابعتني حتى على جروب الفيس ذكرت سابقا، يعني حتى في جروب كود موبايل ذكرت أنه الشركة يعني زين أنها تعطيك تجربة ولكن يعني تخلي كل شيء حصري، لكن اليوم بحول الله خلاص يعني إنشال خلاص، يعني صارت اللعبة مش خاضعة اتفاقية عدم الإفشاء، فلهذا يعني صار متاح لي من الشركة أني أتكلم وأعلمكم عن اللعبة المنتظرة والفخمة جدا اللي هي روك كومباني. زي ما تلاحظون فعليا ورسميا لنسخة الجوال، هي موجودة على الإكس بوكس البي سي غير بلاي ستيشن، فكل المنصات موجودة. وزي ما تلاحظون أمس وصلني آخر إصدار أيضا، أنا محملها على جهازي الآيفون الثاني، فلهذا اليوم بإذن الله راح أعطيكم كل التفاصيل اللي أنا سجلتها في المقاطع السابقة، يعني عندي مقاطع سجلتها خليتها على يعني على الخاص، اليوم بحول الله راح أشاركها معكم، بالإضافة إلى أنه راح أشرح لكم يعني بشكل عام عن اللعبة. وانتظروني بإذن الله في قادم الحلقات حتى أزيدكم شروحات وجيم بلاي يخص أيضا هذه اللعبة الفخمة جدا. أوكي،
المهم الرابط ايضا حتى فيما يخص طلب طريقة طلب التسجيل فيما يخص الإصدار التجريبي أيضا القادم أو الحالي اللي مخصص ليه، يعني ضافت الشركة 1000 شخص يعني مع الأشخاص السابقين اللي من بينهم أنا شخصيا. فبإذن الله يعني يمكن أنك ممكن توصل أنك تطلب طلب مسبق للعبة حتى تكون ضمن 1000 شخص، والله أعلم يعني أنت وحظك إذا ما حصلت هذه المرة فانتظر للمرات المرة القادمة بحول الله. المهم الموقع الرسمي راح أخلي لكم إياه في وصف الفيديو. زي ما تلاحظون يعني أنا أتكلم واستعرض لكم في نفس الوقت الشخصيات والرقصات أو اللوبي اللي يخص اللعبة، وبأمانة يعني الحين هذا على أضعف جهاز آيفون أنا محمل اللعبة، يعني بأقل مش أقل إصدار، وأقل إصدار يعني إذا كان عندك جهاز آيفون أقل إصدار وعندك 13 أوكي iOS 13 من أجل أنك تحمل اللعبة، بالإضافة إلى أنه تكون لك تجربة ايضا يعتمد على مواصفات الرام وغيره. لكن اللي يهمني اني استعرض لكم اللعبه وفحوى اللعبه، وبعدين راح نتكلم عن باقي التفاصيل في قادم الفيديوهات. زي ما تلاحظون هي اللعبه بامانه شبيه لعبه ملتي بلاير، يعني مش لعبه باتل رويال، يعني حتى هذا لاحظتهم في بدايه الفيديو، يعني مجرد تريلر هو اكيد انك ملتي بلاير لكن تذهب بطائره. حاليا ومبدئيا في الاصدار التجريبي الحالي يعني مش موجوده فيه طائره، وانما يعني في بعض الاشياء اللي ممكن تنضاف اكيد في قادم التحديث أو في قادم النسخ، يعني حتى في النسخة العالمية، فأكيد أنه منتظر أشياء كثيرة راح تنضاف بحول الله. لكن بشكل عام يعني شفت عندها حتى باتل باس ممكن أشاركه معكم في قادم المقاطع. أيضا الأسلحة زي ما تلاحظون يعني كل شخصية وعندها السلاح اللي أنت تخصصه له أو اللي تريد تاخده لديك الشخصية، يعني كل شخصية وعندها سلاح اللي يناسبها. في شخصية عندها سنايبر، في شخصية عندها رايفل، في شخصية عندها SMG، أنت والشخصية اللي تريد تلعب بها. بالنسبة للناس اللي عندهم أكيد فكرة عن لعبة روك كومباني على المنصات الأخرى، فأكيد أنك ما تحتاج هذا الشرح كامل، فأكيد أنك مجرد أنك تحمل اللعبة راح تستمتع بها أكثر وأكثر، وأيضا ضف إلى ذلك أنك راح تستمتع بها على الجوال. أيضا لا تؤخذوني على لون الشاشة اللي تخص أو لون اللعبة، ليش؟ لأنه مش عارف أنا بجهازي الآيفون دائما تطلع لي الألوان داكنة شوي، يعني هو بالأساس يعني مش بهذا اللون بصراحة شباب، مش عارف إذا الخلل بجهازي الآيفون داك الله أعلم، يعني لأنه بجهازي الأندرويد ما ألعب بهذا الشكل تماما يا شباب على بقية الألعاب أوكي. وبالنسبة للناس يعني حتى اللي يريد اللي ما مصدق يا أخي شاهد اسمي موجود فوق، يعني أنا محمل لعبة فعليا، وزي ما تلاحظون راح نستمتع بها وراح أترككم مع جيم بلاي وأول ماب أنا جربته في اللعبة وأول جيم جربته في اللعبة. فأتمنى أنكم لا تبخلوا علي بلايكاتكم واستمتعوا ببقية الفيديو وانتظروني في الحلقات القادمة. هذا هو الماب اللي راح ناخذ له تجربة فعلية اليوم، إضافة إلى شخصية راح نلعب بها أكيد راح نختارها، وزي ما خبرتكم هو في شخصيات كثير عوض إن شاء الله بإذن الله يعني يوم بكرة، لأنه اليوم والله عندي دوام بالشغل، يوم بكرة بحول الله راح أحمل التحديث الجديد اللي وصلني وأشارك معكم الأشياء اللي تكون مضافة بشكل جديد أوكي. فيلا استمتعوا ولا تبخلوا عليه بلايكاتكم، ما راح أتكلم حتى تسمعون صوتيات اللعبة، يعني ما راح يكون تعليق صوتي، الرابط راح أخلي لكم في وصف الفيديو. بالنسبة للتسجيل أو التحميل أنت وحظك متى راح يوصلك، يعني تدخل تشاهد هذا المقطع، ممكن اليوم ممكن بعد 6 أشهر ممكن بعد سنة. المهم الرابط للموقع الرسمي راح أخلي لكم في وصف الفيديو، متاح تسجيل سواء لأجهزة الأندرويد أو أجهزة الآيوس. واستمتعوا مع بقية الفيديو، أتمنى بس لايكاتكم يا شباب أوكي. وإذا تريدون ننزل عليها أكثر اتركها في التعليقات، وصدقوني عندي مقاطع كثير مسجلها عن اللعبة منذ أول إصدار يعني نزلت به اللعبة أوكي. المهم أتمنى لايكاتكم بليز شباب، لا تبخلوا علي بمشاركة المقطع. بالنسبة للناس اللي ما تعرف كيف تتجاوز رابط التحميل، راح أخلي لكم في نهاية هذا المقطع طريقة التحميل من المواقع اللي أنشرها على القناة أوكي. المهم طريقة رابط التحميل أخلي لكم في وصف الفيديو بالإضافة إلى التعليق المثبت. يلا واستمتعوا مع بقية الفيديو ولا تبخلوا عليه بس بلايكاتكم شباب، استمتعوا، سلام.
اخوان راح اوريكم طريقة تحميل من روابط القناة. تضغط على الرابط، اوكي هذا كمثال، يعني مش هذا اللعبة اللي راح نشرحها في هذا المقطع، لكن كمثال. تدخل على الرابط، شنو تسوي؟ امنوت الروبوت، اوكي، او انا لست روبوت. بعدين تعلم يعني تجاوب على الاسئلة اللي يعطوك اياها زي ما تلاحظون بهذا الشكل، وتعطيه فيريفاي على المستطيل الازرق. بعدين تنزل للاسفل هنا كونتينيو على المستطيل الازرق بنفس الشيء. تنتظر العد التنازلي اللي زي ما تلاحظون يبتدي معك من 20 ثانية، يعني يمكن 20 15 10 ثواني انت وكيف يطلع لك، وتنتظر هذه بليز ويت، اي بمعنى لما تصير معك جيت لينك ويكتمل العد التنازلي وترفع الصفحة الاعلى زي ما تلاحظون راح يطلع لنا جيت لينك. تضغط على كلمة جيت لينك او هذا المستطيل اللي باللون الازرق، مباشرة راح يوجهك لرابط اللعبة او رابط التطبيق او ايا كان انشره. اوكي وشكرا. If you would like to get exclusive content updates, previews, and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.